السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غنبارطاجي معاكم الصابلي. نبداو بالمقادير. السلام عليكم. نبداو بالمقادير. عندنا نص ربع ديال الزبده، هنا الدقيق على حسب الخليط، على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا واحد الساشيه، هنا شيشه الملح، كاس ديال العنبه ديال السكر، كاس الزيت، ثلاثه البيضات. عندي السكر ديالنا، شيشة الملح، سكر يعني. الزبدة خاصها تكون درجة الحرارة المليح، مش تبقى ما تعجبكش الخدمة، هي شوية ما خليتهاش بزاف، بقى شوية باردة. شوية سخونة حتى تولي على شكل بوماد. دابا حنا درنا ثلاثه البيضات ديالنا، زدناهم على الخليط. صارت لنا الخليط ديالنا كاملو، نزيدو الدقيق. نخلطو من الكوش باش مكيتقلصلاش الحجم ديالو كتضيفونا. Thank you.
كيس الدقيق، تقريبا كيلو ديال الدقيق. كيلو ديال الدقيق بقى من جديد. دابا نخليوه ترتاح ونوليو معاكم. هكا كنديروا الطريقه ديال الصابلي ديالنا اخوتي. اخوتي حنا طلقنا لاباتا سكر وهما لي صابلي ديالنا وغن نبداو نبريباريوهم. دابا نبداو بهاد الكريتو، المنتف، وعندنا هنا هاد العقيق نزوقو بيه، وهادو نعملو بيه واحد البريدات. دابا كنلصقوهم بالعسل، كيما تشوفو ديجا بدينا ضربت العقيقات في الرويضة. نسقهم بالعسل، شويه ديال العسل باش ما يبقاش الخليط، نعملهم هكا نتبتوهم عليهم مزيان، ونديرهم العقيقات في الرويضات. دابا نلصقو الكريطه ديالنا بالعسل لابوسيت، هاد لابوسيت بحال كلشي الكيرف، ولا هادشي ولا هادشي.
تسقيب نسل. اخوتي هذا الشكل اخر دائرة. يلا هنايا كنخشيو في الميكات ديالهم الغوز هذا شكل مونو هو عندنا شويه ديال العسل شي شويه درت غير العسل نسقوه نسيت واش بدي دابا غنديرو الشكل الرابع انا راه واحد الوريضه بهذا ندير لحد الحقيقه تشوفوا دابا اخوتي هذا هو اخر الشكل هي الكتوه الخوط هذا الوريضه الحقيقه كيف هنايا هاد لي ديالس فوالا نتمنى تكون عجباتكم هاد الفيديو هادي السلام عليكم